في هذا الفيديو راح نتكلم عن موضوع جديد اللي هو كيف أقدر أسوي جراف أو بلات للقيم اللي موجودة عندي في البرنامج. فنفتح، ما راح نستخدم الكود والمحاكاة، بس نفتح برنامج السبلايم تكست عشان نكتب فيه الكود حق البايثون. نمسح الكود السابق. طبعا راح نستخدم لايبرري موجود في البايثون اللي هو الماتبلوتليب. هذه المكتبة راح تسمح لي اني اقدر اطبع او يعني ارسم القيم اللي موجودة عندي الاكس والواي، واي قيم تاني زي قيمة حساس من المايكرو كنترولر، اي كانت هذه القيمة حتى لو ما هي من المايكرو كنترولر، اي قيمة موجودة عندي مسبقا مخزنة في الملف اقدر اني ارسمها في البرنامج. اول شيء طبعا نسوي نفس الكلام اللي سويناه، نستدعي اي مكتبة بنتعامل معها في لغة البايثون لازم ان نستدعيها عن طريق الامر اللي هو from اسم المكتب matplotlib، نسوي import byplot. طبعا هذا الكلام كله نقدر نلاقيه ونلاقي أمثلة عليه في إذا سوينا بحث. هنا لو أجي أكتب matplotlib python أدخل موقع نفسه، موقع matplotlib.org، هنا عندي documentation لكل الأشياء، عندي الإصدارات هنا وعندي هنا لو أدخل أشوف الأمثلة، هنا عندي كل هذه الأشكال أقدر أسويها بالمكتبة. طبعا الموقع راح يفيدنا في أشياء كثيرة في كل رسمة وعند الكود كمثال. يعني مثلا لو أجي أخذ هذا الكلام يعني أسوي برنامج جديد، نفترض أن هذا البرنامج ما قاعد أستخدمه، سو كومنت، أجي أخذ هذا الكلام كله أسوي سيف بعدين build. طبعا عندي هنا error delay wait invalid syntax. لأن هنا عندي مسوي أيضا comment، لابد إن أشيل هذه الأشياء كلها كده خلاص. كود السابق كله comment. تلاحظون ظهر عندي بنفس اللي شفناه في الموقع. فهذا الموقع راح يفيدني كثير اللي هو matplotlib.org، في شروحات لكل الأوامر وأمثلة عليها، وأيضا في tutorials. مهم إن نرجع لهذا الموقع، كل الكلام اللي راح أذكره موجود هناك، يعني أي شيء ما فهمناه نقدر نرجع للموقع نفسه، هو يعتبر مرجع المكتبة نفسها. فنيجي ناخذ هذا الكلام راح يفيدنا، ما راح نستخدم مكتبة NumPy، نيجي نرجع الكود السابق.
SPLT. فكده كل ما نحتاج ان نرجع لهذه المكتبة اكتب عندي اللي هو PLT، فكده راح اتعرف على مكتبة الماتبلوتليب عندي اللايبرري واقدر استخدمه واسوي اكسس. اجي بعدين طبعا في الرسم عندي بيكون في اكس واي. يعني كمثال عشان ارسم اي شيء بسوي الاكس والواي. الاكس راح احط فيه قيم باستخدام الرينج، بحط قيم من الصفر الى 10. الرينج طبعا شفنا استخدام الرينج في الفور لوب، احط فيها الاعداد يعني بداية القيمة ونهايتها كذا، بيعد من الصفر الى 10. فلو اجي اسوي print x من الصفر الى 9، طبعا لان العد بيبدأ من الزيرو فما راح يوصل 10 9. والواي عندي انا راح اخلي من الزيرو الى 10. بعدين اذا نبغى نرسم قلنا نحط بي ال تي عشان نسوي اكسس للمات بلات لب دوت بلات. هذا الامر راح يسوي الرسم. نجي نحدد الاكس والواي، هذه النقاط اللي بنرسمها. بعدين عندي بارامتر اقدر احدد فيه لون الرسم او الموجه، بعدين كيف يكون شكله، اما يكون يعني سوليد لاين او يكون مثلا دوائر او انه يكون مثلا زائد. فلو نيجي طبعا نكمل التعليمات بعدين نظهر اللي هي الموجة. من PLT مثلا نحط تايتل للرسم، نكتب فيه اي شيء. بعدين عندنا ايضا نقدر نسوي ليبل للاكس والواي. راح نشوف هذا الكلام في الرسمة اذا سوينا شو، بس نكمل كتابة الاوامر. عند الاكس ليبل راح يسمح لي اني اسوي ليبل للاكس اكسس. عندي نفس الكلام بالنسبة للواي اكسس بس نغير الاكس الى واي. طبعا شبيه ببرنامج الماتلاب لما نسوي شو اسمه جراف في الماتلاب. بعدين نسوي شو راح يعرض لي الرسم. طلع عندي طبعا خطي لان قلنا الرينج بيكون نفسه بالنسبة للاكس اكسس من الزيرو الى التسعة، والواي اكسس نفس الكلام من الزيرو الى التسعة. طبعا انا حطيت بلس فطلع عندي بلس. هنا تلاحظون هذا المين تايتل، وهنا عندي الليبل حق الواي اكسس، وهنا الليبل حق الاكس اكسس، وهنا الرينج اللي حددناه.
فلو نبقى نظهر المخطط للرسمة نفسها، لو تكون في تعليم في الماتلاب اللي هي الجريد، إذا حطينا بواحد يعني ترو، فكده في عندي مخطط في الرسمة. نفترض ان مثلا ابي اسوي قيم عشوائية، لان لو نرجع ونشغل، لو تلاحظون هنا عندي طلع يعني one line. طبعا نرجع اول شيء نعدل هذا البلس، لان كذا شكل الموجة ما او شكل الخط ما واضح. قلنا هنا نغير، مثلا نحط او، طبعا عندي بهذا الشكل نقاط او دوائر. لو اغير طبعا كذا اوضح اذا حطينا السوليد لاين. فلو نبي نغير الموجة من خط إلى يعني أي موجة، ساين أو موجة مثلثة أو مربعة، نقدر مثلا أنا راح أحط راندوم فاليوز، قيم عشوائية للواي أكسس. الإكس راح أخليه زي ما هو، بس الواي راح أغير، راح أحط راندوم. عندنا في البايثون في عندي مكتبة راح تسمح لي اني اسوي random values، يعني اجيب قيم عشوائية. فنيجي نستخدم مكتبة random، هذا التعليم import random، فاجي اغير ال y طبعا عندي أول شيء طبعا استدعي الدالة هنا والمكتبة، بعدين نوع القيم العشوائية راح تكون انتجر، راح أخليه ياخذ لي قيم عشوائية من الزيرو إلى 200. طبعا هذه القيم العشوائية راح تكون من الصفر إلى 200 أي قيمة، يعني ممكن ياخذ 150 170 199 200 21 20، يعني ياخذ اي قيم عشوائية من الزيرو الى 200. هنا راح احدد يعني كم عدد القيم العشوائية اللي راح ياخذها من خلال الرينج، نفس الكلام اللي شفناه سابقا مع الاكس. سوينا الفور، حط لوب او كونتر اي ان رينج، هنا راح نحدد عدد القيم العشوائيه اللي راح ياخذها، اللي هي بتكون من الزيرو الى 200 اي قيمه منهم اي قيم. فراح ياخذ لي كذا باختصار، وش راح يكون عندي في الواي؟ راح ياخذ لي قيم عشوائيه من الزيرو الى 200 10 قيم، يعني راح ياخذ لي 10 قيم عشوائيه راح يكون راح تكون بين الزيرو وال200. نيجي نسوي سيف، في عندي ايرور random takes no argument to given، سوري. طبعا لازم random، طبعا random انت هذه خطأ، لأن احنا سوينا استدعاء مرتين للدالة. فقلنا هنا بعد ما استدعي الدالة أو المكتبة حق الراندوم، بعدين أسوي الدوت أحدد. لو تذكرون احنا هنا كنا بنحدد اللي هو النوع حق القيم اللي راح نبيها، هل راح تكون فلوت، هل راح تكون انتجر. طبعا احنا قلنا بيكون راند انت انتجر. وكذا طلع لي يعني رسمة كذا عشوائية. طبعا قلنا راح ياخذ قيم عشوائية
من الصفر إلى 200، فأخذ 20 و40 و60، عندنا 80 و100 و120 وهكذا يعني، بس ما يتعدى، أهم شيء إنه ما ينزل من الزيرو وما يتعدى 200. وهنا عدد اللي هو عدد الإكس أكسس. فهذا كان عندي يعني مثال بسيط. إن شاء الله في الفيديوهات القادمة راح نحاول نربط برنامج البايثون والمات بلات ليب مع المايكرو كنترولر. راح ناخذ قيم من المتحكم، أي قيم يرسل المتحكم زي قيمة حساس، ونتعامل معه بالبرنامج ونحلل الإشارة. طبعا زي ما شفنا هذا المثال كان بسيط جدا. عندنا مثال ثاني. طبعا الأمثلة عندي كل الأشياء اللي نكتبها، وراح تكون برامج ثانية سويتها سابقا. طبعا كل هذه الأشياء اللي قاعد نسويها الحين سويتها في السابق، وكتبتها وجمعتها في ملف عندي، ورتبت كل تطبيق مع الدائرة والمحاكاة في ملف مستقل. يعني كل مثال، ويعني كل موضوع عليه مثال، والدائرة والمحاكاة والكود حق المايكرو كنترولر كله بيكون في ملف ومرتبة، وراح أرفع إن شاء الله. طبعا هنا عندي هذا الملف فيه كل الأشياء اللي شفناها. طبعا نحن كنا نستخدم تيست 1 بروجكت ونبني على الأكواد السابقة. هنا عندي زي ما تشوفين في هذا الملف راح تلاقون فيه كل الأشياء اللي راح نتكلم عنها ومرتبة كلها. فيعني كل تطبيق سويناه يكون في ملف، ومع الدائرة هنا عندي ملف البايثون، وهنا عندي الدائرة والكود. نكمل في نقطة مهمة بشرحها، اللي هي في موضوع المات بلات ليب. هنا عندي كيف أقدر إني أعرض أكثر من أعرض أكثر من رسمة في نفس الجراف عندي، أو إني أيضا أقدر إني أسوي فيجر ثاني، أو يعني أوبجكت ثاني أقدر من خلاله إني أسوي رسمة مستقلة عن يعني الرسمات اللي سويتها. نحن بنوضح هذا الشيء. لو نيجي أول شيء عشان يعني توضح الفكرة عندكم، خلنا نسوي سيف ورن. هنا عندي رسمتين مستقلتين تماما. اوكي، الرسمة الأولى اللي قلنا في هذا الـ Object 1 الـ Figure 1 راح تكون فيه ثلاث رسمات. نفترض إن مثلا عندي أبى أخلي في الـ Figure 1 قيمة الـ Voltage، بعدين الـ Pressure Sensor، وهنا عندي درجة الحرارة. هذا مثال أنا حط قيم عشوائية طبعا. وهنا عندي رسمة مستقلة عن الرسمة الأولى، نحط فيها أي شيء ثاني. يعني الفكرة كيف أقدر أني أدمج أكثر من رسمة في أوبجكت واحد، أو أني يعني أفصلهم تماما. طبعا أول شيء استدعينا المكتبة وحطينا الرينج بالنسبة للإكس فاليوس، وهنا عندي راندوم فاليوس بالنسبة للواي. هنا عندي هذا الفيجر 1 اللي شفناه في الرسمة. طبعا هنا عندي بالنسبة لل طبعا هذا الفيجر 2 خلي اللي هي الرسمة المستقلة اللي شفناها. لو نجي نصور، طبعا ما سوينا فيها أشياء كثيرة، مجرد اني طلعت فيها الواي اللي قلنا بيكون راندوم، الواي مشترك فيه جميع الرسمات.
والاكس اكسس. ف بالنسبة للفيجر 2 بس سوينا اوبجكت للفيجر 2 وسوينا بي ال تي بلات اكس والواي، بعدين طلعنا يعني عرضنا جميع الرسمات. الكلام عندي هنا بالنسبة للثلاث رسمات اللي شفناها في ثلاث رسمات مع بعض في الفيجر 1، كيف اقدر اني اسوي ثلاث رسمات في نفس الفيجر. فالفكرة عندي اني اعتمد على اللي هي احط الرسمة اللي ابيها في الصف المناسب. يعني مثلا عندي هذا الرسمة اللي هي البلو، طبعا هذا اللون عندي، وهنا عندي شكل الموجة، هنا عندي بلو يكون عندي سوليد لاين، وهنا عندي ريد يكون بلس، والجي اللي هو الجرين راح يكون ايضا لاين نفس الرسمة الاولى. فراح استخدم التعليم اللي هي PLT subplot. هذا ايش راح تسوي؟ راح ترسم لي الرسمة في الصف الاول في نفس الاوبجكت اللي حطيته، اللي هو بدايه سوينا اللي هو الفيجر 1. كذا اي شيء اسويه راح يكون تابع للفيجر 1. بعدين لما خلصنا الرسمه الاخيره اخر واحده اللي هي بالجرين، وش سويت؟ مباشره سويت اوبجكت ثاني للفيجر 2 وحطيت الاكس والواي للرسمه الثانيه. فالفكره اني راح استخدم ال PLT.subplot. subplot اللي راح تسمح لي اني اسوي اجزئ الرسمات. فعندي هنا طبعا نسوي كومنت يوضح هذا الكلام بالتفصيل. عندي البارامتر الاول بالنسبه لداله السبلات وش راح يسوي؟ هذا راح يكون الصف. يعني انا كذا كاني قاعد اقول للبرنامج اني انا عندي ثلاث صفوف، يعني عندي ثلاث صفوف ابي اسوي فيها رسمه. طبعا حتى في بالنسبه لو اذا كنا بنسوي الرسمه الثالثه لابد نحط تري، راح يكون نفسه هو، لان انا اصلا في الفقر نفسه عندي ثلاث، يعني راح يكون عندي ثلاث رسمات. فعندي احط تري روز او ثلاثه صفوف وبيكون عندي عمود واحد. طبعا كل ما برسم لا لازم اني انزل يعني اعتمد على الصفوف. طبعا في مثالنا هنا في الامثله في اذا كنا بنسوي يعني مثلا نقدر نسوي اشياء معقده، نقدر نخلي يمكن اربع رسمات مثلا، هذه ثلاث رسمات تكون تحت بعض وبعدين نسوي جزء ثاني في نفس الفجر نفسه فجر 1 وبعدين احطه في يعني في كولم ثاني. لكن احنا ما عندنا الا كولم واحد، ثلاث صفوف كولم واحد. عشان كده تلاحظون هذه دائما مكررة عندي جميع الرسمات. بعدين عندي بس اغير اخر بارامتر اللي هو الاندكس اللي راح يحدد لي في اي موقع راح احط الرسمة. هنا عندي في الصف الاول اللي هي البلو، في الصف الثاني اللي هو الرد، واخر شيء في الصف الثالث اللي هو الجرين. ولو نرجع لهذا الكلام يقول لي ان عندي ثلاث صفوف وعمود واحد. هنا عندي بالنسبة لهذا المثال اللي حطيته هنا اللي قاعد اوضحه راح تكون الرسمة في الصف الثاني، يعني نفس الكلام الموجود عندي هنا. طبعا زي ما قلت ان هذا الكلام كله نقدر نلاقيه في موقع المات بلاتلب، راح يشرح كل هذه الاشياء بالتفصيل. يعني لو اجي اكتب هنا اخذ هذه الكلمة subplot هذه هي، هنا يشرح هذا الكلام طبعا هنا موضحة
ان روز اللي هي الصفوف، وهنا الأعمدة، وهنا الاندكس. هنا عندي شرح للسبلات. أيضا لو نبقى أمثلة نقدر نلاقي أمثلة على هذا الكلام. طبعا كله موجود هنا، نحن مجرد إن بس يعني ناخذ الأشياء المهمة ونعدل عليها على حسب الحاجة.